اوكي الحق يعني موضوع الابتكار وريادة الأعمال موضوع شديد التعقيد نظرا لتواجد عدد كبير من المتغيرات اللي موجودة فيه. أنا ارتأيت اليوم إن إحنا حتى نركز في الموضوع ونستفيد من الـ 15 minutes اللي معطيها الدكتور لي أن يكون في إجابة على عدد من الأسئلة تصب مباشرة في الهدف من التنويع الأنشطة الاقتصادية، وهي الأسئلة في الترتيب. طبعاً العرض بالإنجليزية وأنا أتكلم سريع. أول شيء، كيف تخلق ريادة الأعمال الثروة؟ في كثير من النظريات حالياً تشكك في قدرة ريادة الأعمال على خلق الثروة بالرغم من أمثلة ذكرناها، لكن آلية خلق العملية الريادية للثروة آلية بتعتمد على طبيعة النشاط الريادي. كيف ستساهم في تنويع الاقتصاد في أي كان المجتمع؟ كيف ندعم ريادة الأعمال الصحيحة؟ لأن إحنا الحقيقة في دول مجلس التعاون الخليجي كافة في مبادرات كثيرة، الأخت ذكرت الحاضنات والمراكز، في عدد كبير نتكلم عنه، لكن قد يكون الدعم مو موجه تقريبا إلى الفئة اللي إحنا نبغي إن إحنا نساعدها حتى تحدث الثروة والتنوع الاقتصادي. دور الحكومات المطلوب، لأن في لبس كبير في دور الحكومات، وفي النهاية ما المنظومة التي يجب أن نطورها. أوكي، حتى لا يعني ما يكون في وقت ضائع، فكر دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تطور. إحنا ما نتكلم في القرون من الثورة الصناعية، نتكلم فقط في القرن العشرين من بداية التطور الاقتصادي الكبير اللي سبق الأزمة العالمية في الثلاثينات. كان في محاولة لتطوير بيئة الشركات عقب الحرب العالمية الثانية، وأثناء الحرب العالمية الثانية كان في بحث علمي كبير، وكان في ضخ أموال. هنشوف في الابتكار والإبداع التكنولوجي اللي يوائم الحرب العالمية الثانية. في بعض الستوريز تذكر أن البومباردر اللي هي قاذفات القنابل الأمريكية كانت في عام 41 المدى اللي كانت تقذف فيه 10 أميال، الدقة 10 أميال، وكانت تقف تقريبا قبل الهدف بعشر أميال نتيجة عدم وجود الجي بي اس سيستم. الجي بي اس سيستم تم تطويره سنة 41 واستعمله الطيران الأمريكي أول ما استعملوه لدقة القصف كمثال، وكان في أبحاث لمستهدفة في تطوير الابتكار والتكنولوجي. في الستينات ظهر أكتيف إندستريال بوليسي، ظهر أن في دول عندها توجه صناعي محدد في صناعات محددة، صناعات ثقيلة مثلا في دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي، في صناعات تكنولوجية ظهرت في أماكن أخرى في ألمانيا مثلا. في السبعينات ظهر مفهوم السمول بيزنس، لو سوينا سيرش على جوجل كلمة SMEs ظهرت تقريبا في بداية السبعينات، ما كان موجودة فكرة المشروعات صغيرة. في التسعينات تقريبا ظهر الميرج، ظهر مفهوم الانتربرينورشيب والابتكار، وتم ضم الابتكار مع الانتربرينورشيب نتيجة ظهور كثير من الفقاعات الاقتصادية. وفي النهاية اتكلم اليوم على بروموشن لشيء جديد اللي هو ستارت اب والهاي تك واليونيكورن. هنتكلم اليوم على يعني مفاهيم الجديدة. أكثر مفهوم ممكن دول الخليج تستعمله حالياً والعالم يستعمله هو الميتافور للإيكو سيستم. شوف في داخل الإيكو سيستم حوض السمك في عدد كبير من الأسماك صغيرة وكبيرة متعاونين متعايشين. هذه هو البيزنس انفايرومنت اللي احنا موجودين فيه. في شركات مثل ما نقول هوامير ضخمه بيج انتيتيز، ممكن تكون اوند باي ستيت او برايفت، في شركات متوسطه، في شركات صغيره. اهم شيء انها البيئه صحيه، واهم شيء ان الجميع يتعامل within certain equity وgovernance، وهو هذا ما تفتق فيه العقل البشري في نهايه الالفيه الثانيه، ان هذه هو بيئه الاعمال وي هاف تو ورك اون. يعني هذه بيئه الاعمال مصممه تقريبا نقول عليه انتربرينوريال ايكو سيستم الى جزئين، جزء ينظم بيئه الاعمال، بيئه الاعمال مشكله من الماركت والماكرو ايكونوميك والبيزنس كلتشر عند الشباب وعند الافكار الراغبين، وجزء اخر على الانفراستراكشر. تقريبا احنا لو سوينا دراسه مسيحيه، وانا ما حصلت دراسه على الجي سي سي، هنحصل ان كل دول الخليج اشتغلت على الجزء السفلي، اشتغلت على الانفراستراكشر. احنا نشتغل على يعني بزنس كلتشر مثلا سترونج اسوسيشن تشامبر اوف كوميرس موبيليتي فلكسبيليتي سيلف ريلانس نتوركينج الماكرو داينامكس الانيبل بوليسي. يعني مثلا المحاضره السابقه تكلمنا على
أكبر باير، أكبر مشتري في دول الخليج، في كل دول العالم أكبر مشتري هو الحكومات. البنك الدولي في عام 2009 سوى دعم لكل الحكومات في المنطقة على أنظمة الشراء الحكومي كمثال. إحنا الحين نقول في التنوع الاقتصادي الحكومة تترك المجال للقطاع الخاص، بس الحكومة في يدها سلاح هو سلاح المشتريات الحكومية كمثال. سلاح المشتريات مو فقط نقول 50% للSMEs، لا، احنا ممكن نحدد جندر ونحدد sustainable business ونحدد geographic location في المشتريات الحكومية. فهذا هو الجزء السوفت اللي احنا ما نستعمله. لو شفنا لا، إسرائيل أول دولة في المنطقة استعملت الإيكو سيستم، أيرلندا، تايوان، تشاينا. الحقيقة البنك الدولي في 2020 ظهر ان الامبروفمنت تحسين بيئه الاعمال ل 10% يؤدي الى زياده 22 تريليون يو اس دولار للاقتصاد لو حسنا فقط 10% بيئه الاعمال. طبعا بيئه الاعمال في كل الدول، والورد بنك مسوي من 2002 تقرير دوينج بزنس اللي بيؤدي ديفينيتيفلي دول الخليج قاطبة حسنت بيئة الأعمال، بس حسنتها بشكل جلوبال، ما حسنتها بشكل تارجت. بمعنى لو شفنا أمامنا هذه تقرير الجلوبال انتربرنورشيب منتور يوضح كمثال موقع عمان، هذه 12 محور للجلوبال انتربرنورشيب اندكس، ونشوف أن سلطنة عمان أدائها أفضل من المتوسط العالمي definitively، وهذه extreme good achievement. بس احنا نتكلم within enter inside الاداء ال very globally interesting للسلطنة. لو شفنا ان احنا do we do is it enough for economic diversification، احنا سوينا الانفراستراكشر، سوينا البيزمنت، بس هل it is contributing للeconomic diversity؟ نشوف اول شيء ان لو احد عنده داوت ان الانوفيشن والتكنولوجي از كونتريبيوتنج، هذه على اليمين النيويورك ستوك اكسشينج ريت يبين ان عام تقريبا 1980 بدا الستوك تشينج في ناسداك قبل يرتفع فيرتيكال. هو نفس الفتره هذه على اليسار اعداد الابتكارات على مستوى العالم، شوف ان في معادله تم اثباتها ديفينيتيف ان بزياده الابتكارات بنزيد القيمه السوقيه للشركات الموجوده في اي مجتمع. يعني لو أخذنا من اليمين إلى اليسار، فكل ما زاد عدد البيتنت بتنتهي في النهاية على الإيكونوميك جروث. أي مجتمع بيفتقد لبيتنت هو بيفتقد لمحركات التوديع الثروة. ونشوف إلى اليسار في إيكونوميك جروث، في هيلث، في إديوكيشن، تمر بمراحل مختلفة. البنك الدولي أطلق في 2011 تقرير very interesting اسمه the changing world of nation، هذه تقرير 22. طبعا أنا أتوقع أن في أكثر من شخص يشوف التوقيع. التقرير أضاف شيء واحد، إحنا نذكر في أدبياتنا أن ثروة الأمم هي ثروة طبيعية وثروة بشرية، هنا إحنا عندنا ثروة مصنعة. نشوف أن الثروة المصنعة كإكزامبل الدول low income countries وعلى اليمين الورد، الجزء الأسود هو الـ intangible capital، الثروة intangible capital plus النت أسد، الثروة المصنعة، إش كتر المجتمع ينتج، إش كتر، يعني نشوف تضاؤل وثبات الجزء الأعلى اللي هو الثروة الطبيعية، لكن الثروة المنتجة. وأنا يعني الحقيقة في طبعا entrepreneurship بتأثر على الأفراد، بتأثر على الدولة، بتأثر على الريجون، بتأثر على الأكسلريتور. عندي مثال على الثروة المنتجة الحقيقة في أحد اللقاءات مع رئيس جمعية رجال أعمال السودانيين، كان يذكر أن الصمغ العربي في السودان يصدره ليلة شريك تركي لمدة 20 سنة. الرجل الأعمال السوداني يصدر الطن $5,000 والتركي يصدر الطن after process $64,000. هذه هو الجاب اوف فاليو كرييشن، احنا ما بنسوي فاليو كرييشن. then هل تدعم سياستنا الانتربرينورشيب؟ هذه الشارت فيري فيموس اند فيري اولد. احنا ما عندنا وان سنجل رياده اعمال، احنا عندنا ريادات اعمال. فنشوف الكيرف، لو احنا نبغي ايكونوميك امباكت على اليسار او على الافقي نبغي السوشيال امباكت. لو شفنا اعلى شيء على الكورنر هو السوشيال الترانسفورميشنال انتربرينورشيب، هذه هي الاشياء اليونيكورن اللي هي فيسبوك، تويتر، كل الاشياء، اوبر، سويفل، اللي تغير المجتمع وتغير قيمه اقتصاديه اعلى ما يمكن. احنا عندنا في الاسف سمول بزنس هو على اليسار اللي هو خليط ما بين الافراد اللي يسوون مشروعات لخلق سيلف امبلويمنت، خلق دخل
أور أفراد يسوون مشروعات لفرص قد لا تكون اقتصادية قوية، وعندنا ريادة الأعمال الاجتماعية. فبالتالي إحنا ما عندنا وان سنجل ريادة أعمال، عندنا ريادات أعمال، عندنا هاي تك، فينتك، كرياتيف أند كلتشر، عندنا ريادة أعمال اجتماعية، عندنا ريادة أعمال سيلف امبلويمنت. في رقم صادم يمكن إحنا ما نتكلم عليه كثير، لو مسكنا كل المشروعات الصغيرة في جي سي سي ويمكن توصل ل 2 مليون او اكثر، هنحصل اكثر من 85% منها مايكرو انتربرايز اند سيلف امبلويمنت. وهذا ينم على ان احنا الدوله اما تبغي تسوي سياسات تبغي لازم نفهم وش بارت من المجتمع احنا بنتجه له. كثير من السياسات الموجوده مش متجهه لل 90% اوف اور مايكرو انتربرايز، متجهه لفئات اخرى قد تكون ميديوم انتربرايز. فبالتالي احنا وي كيب ريبيت الميكانيزم. هذه very simple أنا متوي ذكرته. إحنا we can work في necessity entrepreneurship اللي هي self employment اللي هي الأشخاص اللي يسوون rent car، يسوون حلاقة، يسوون أشياء. or لو هذه الأولاني، لو حبينا sophisticated business نقول عليه entrepreneurial opportunity، أشخاص يحصل opportunity he can buy البستيك كيلو $1 and resell it $5 after process. If he's sophisticated or making more value ممكن يحصل $50. هذه هو that part. if يعني احنا لو نبغي نسوي ريادة اعمال تسوي تنويع اقتصادي فلازم نختار القطاعات والرواد اللي يسووا الاتجاه، مو كله في طبعا احنا نشوف مثلا الرسم الجراف على الرأس هو مشاركة ريال مدريد وبارسا في الجي دي بي في اسبانيا. شوف قد في ريادة أعمال الرياضة حاليا ما نشوفها، فريقين فقط في دولة، فريقين كرة قدم بيشاركوا في الجي دي بي تقريبا 0.0 يعني 12% من الجي دي بي في أسبانيا، بس فريقين. شوف في جراف يبين الكونتريبيوشن للرياضة في الجي دي بي اللي ممكن توصل ل 3% في دولة في الولايات المتحدة. هذه قطاع كبير اسمه سبورت انتربرينورشيب احنا مش شايفينه. زين القطاع الثالث، دول الخليج من اكثر دول الخليج صرفا على القطاع النون فور بروفيت والان جي اوز وكل الانساني، لكن هالقطاع في الغرب هو قطاع امبلوينج بيبل. لو نشوف على مستوى الاتحاد الاوروبي هو تقريبا ثالث قطاع في الامبلويمنت، يعني بعد الصناعه والتجاره هو ثالث قطاع يوظف. فهذه احنا لو نبغي نطور الامبلويمنت في الدول فنهتم بقطاع، لان في بيج فاند من الدول الخليج بتصرف سنويا على هالقطاع. الاقتصاد الابداعي في العالم الكالتشر اند يعني الكرييتيف اندستريز، مثل الزميل في دبي ذكر ان دبي مثلا فيري دايفرسيفايد، فدبي عندها بوزيشننج في صناعات السينما والكرييتيف اندستري الموسيقى والفن والاشياء. صار في نشوف السوق العالمي تقريبا 2 تريليون دولار. هذه ستوري يعني شاهدت قرات في الفوربس في الطياره الحقيقه قصه الشابين، وقلت اشاركه. رياده الاعمال صار لها نيو كوتيشن نقول ايه يونيكورن. هي الافراد اللي سووا ستارت اب ووصل قيمتها 1 بليون يوز دولار. المثال اللي امامنا فقط تو تيل يو وير وي كان كرييت هاليونيكورن. شخصين، واحد من اوغندا والاخر من غانا، تقابلوا في سان فرانسيسكو وسووا شركه للفاينانشال سيرفيسز تشتغل على 6 دول افريقيه. في خلال اقل من 3 سنوات وصل الفالويشن لقيمه الشركه 2.2 بليون دولار. طبعا الشركه بدات ب 50 مليون دولار فند ريزنج في سان فرانسيسكو. هذه 3 ييرز الشركه توظف 350 شخص فول تايم. هذه نيو جينيريشن اوف انتربرينورشيب. الاف يو لايك تو دايفرسيفاي الايكونومي نروح ناحيتها. هذه هو ستريت فورورد تو ذا جول. ذن الدول الحين العواصم العالميه صارت تتبارى في وين اليونيكورن، يونيكورن ديفلوبمنت. تشوفون اللي في العالم تقريبا في 1100 ستارت اب، قيمة الستارت اب الواحدة أكثر من مليار دولار. فبالتالي تشوفون يعني شلون ننفست أموال الدولة لو نبغي نطور ريادة الأعمال ونطور الدولة. Then what is the needed role exactly؟ هذه two things هنشوف تحديين يقابلونا. التحدي الأولي هو ما يطلق عليه وادي التخلف، آسف، والتحدي الثاني يطلق عليه وادي الموت. التحدي الأولي في ريادة الأعمال هو وادي التخلف. تشوفون إحنا كل دول الخليج منصبة في factor driven stage.
فاكتور دريفن ستيج هي اول مرحله لتنشئه رياده الاعمال، تاسيس المؤسسات، وضع القوانين، وضع حاضنات، توفير بعض المعلومات. هذه في هالفتره الانوفيشن اللي كرييتد اقل من 5%. اذا المرحله الثانيه هي الافيشنسي دريفن، نبدا بعد تواجد الايكو سيستم، تطوير الايكو سيستم وريفايننج القوانين ودايركتد القوانين، نروح المرحله الثالثه اللي هي انوفيشن دريفن. كل الدول الاقتصاد الاول في انوفيشن دريفن اللي تسوي اكثر من 30% انوفيشن اوتوماتيكلي، احنا كل دول المنطقه موجوده في الفاكتور دريفن، فبالتالي احنا موجودين في ما يطلق عليه فالي اوف باكوردنس، سوري وادي التخلف. في وادي اخر نعاني منه اللي هو وادي الموت في الانوفيشن. كل الابتكارات الموجوده تعاني في سيناتور امريكي هو اللي ابتكر الاكسبريشن في عام 1998. كل الافراد اللي عندهم بيتنت او اختراعات او ابتكارات يبداون في البيزك ريسيرش، والبيزك ريسيرش يحتاج مينيمم انفستمنت، وهنا الدول بتتدخل فتعطي وايد سيت كابيتال. يعني مملكه البحرين في السعوديه في جهات كثيره تعطي منح حق المبتكرين. المنح هذه وانس اكسبايرد، يعني هنا تطوير هي مرحله انتهاء الابتكارات والقضاء عليها. فنقول وادي الموت يصمم برامج تمويليه لعقب البروتوتايب. كل دول الخليج عندها بروتوتايب، تحضر مشروعات الطلبه والخليجيين في الجامعات كلها بروتوتايب هايله، بس عقب انتهى الموضوع. ما في البروسيس انجينيرنج تروح لحق السيت كابيتال والفينشر كابيتال وهالاشياء. دعم الجامعة as an entrepreneurial university is very missing. هذه مثال لجامعة، طبعا كل عام MIT بتسوي تقرير على عدد المستفيدين. MIT سوت تقريبا الطلاب الـ MIT، حين لو سوينا دولة في العالم طلاب الـ MIT هي اقتصاد الدولة اللي أسسها فقط طلاب الـ MIT هيكون 17 اقتصاديا في العالم. هذه جامعة كل عام بتخرج ماكينة من الشركات، هذه الأرقام كل عام، كل عام تخرج أكثر من 10,000 شركة، 10,000 شركة بجوب كرييشن بالفاليو كرييشن. هذه يطلقون عليها انتربرينوريال يونيفرستي، جامعة ريادية. شلون إحنا نبوش الجامعات في دول الخليج إنها تكون جامعة ريادية، مش جامعة تخلق أفضل باحث عن عمل ولا أفضل موظف، لا، أفضل شخص يخلق القيمة في المجتمع. زين إحنا جاست عشان الدكتور يطالع فيا، بنية تحتية. شوفون احنا عندنا مستوى التعليم للافراد المستهدفين بالبنيه التحتيه لرياده الاعمال مهم جدا. ليش؟ لو احنا عندنا افراد هاند كرافت ياسسون لقيمه شخصيه، افراد يرسمون على اللوح، يسوون اسر منتجه مثل ما موجوده في صلاله مثلا، فهذه يحتاجون نوع من الانفراستراكشر، كان يكون شيء اسمه مانجد ورك سبيس، يعني حاضنات بدون اداره، اشخاص مجرد يحتاجون المكان. كل مكان فيه سوفيستيكيتد في مستوى التعليم لازم يحصل سوفيستيكيشن في مستوى الاحتضان. اذا احنا نشوف بعض الحاضنات هنا، انا ما اذكر لان اي نو ويل، يعني انا كنت مؤسس مركز البحرين للاحتضان ويمكن 12 حاضنة في 12 دولة. الحاضنات صار فيها الجيل الرابع والجيل الخامس. أنا سويت شيء في الهند، حاضنة فيها بناية 4 طوابق، فيها فندق وفيها ورش وفيها محلات بيع وفيها احتضان، موجودة في مدينة كالكوتا. هذه الجيل الأخير منها اللي هي مش فقط سستينابل فاينانشلي، لا، هي منارة للمنطقة الموجودة فيها. زين في كتاب جدا مهم، والكتاب ده تقريبا مارينا مازاكوتو، الحقيقه هي اسبانيه او يعني امريكيه من اصل اسباني، وهي تركت امريكا نتيجه جزئيا الكتاب ده. الكتاب ده الحقيقه بيوضح ميث اوهام كثيره عايشونا فيها، انا اسف اقول، بعض الافراد اللي يتكلمون عن رياده الاعمال اللي فهمونا ان مش الدوله هي اللي تتدخل في رياده الاعمال، وهذه قوانين السوق، والابتكار هذه عباره عن افراد مبتكرين، واموال الابتكار لازم تكون فينشر كابيتال برايفت. الكتاب هذه بيفضح عدد كبير من الأمثلة، منهم أنا ذكرت في البداية القاذفات الأمريكية. تشوف الآيبود، الآيبود أوفيشيالي هو ابتكار شركة أبل أوفيشيالي. الآيبود كلنا نعرف الآيبود اللي هو الأخ الأصغر للآيفون،
تمام. الايبود مشارك فيه كل هالايهات، الهيئات الموجوده هي اي هيئات امريكيه تتبع الجيش الامريكي، هي اللي مولت 100% من التكنولوجيا اللي موجوده في الايبود، من اول الشاشه اللي بتلمس، من اول البيج ميموري حتى البطاري. فبالتالي السيليكون فالي اللي موجود في سان فرانسيسكو بيزيكلي كله اموال الحكومه مش اموال القطاع الخاص. بس احنا تاريخيا قيل لنا ان القطاع الخاص بيجي مثل ما شفنا وادي الموت، بعد ما الحكومه اعطت البايلوت فرصه ان يكون كوميرشاليزد، فبالتالي القطاع الخاص بيدش يبيع لكن ما يدش يكريت فاليو. يعني احنا لو نظرنا لهو الكتاب عنوانه الحقيقه ده انتربرينوريال ستيت، يعني الدولة الريادية بتحول كل قوانينها تجاه انها تخلق فاليو في كل الخدمات اللي منها ريادي حكومي، ريادي في القطاع الخاص، ريادي في قطاع الاعمال. النموذج في دبي الحقيقه انا يعني لان عملت في بعض الوقت مع صندوق خليفه وصندوق راشد المكتوم في نويل، الحقيقه ان دبي مصممه الخدمات ملائمه لكل قطاع. هو هذه المشكله، ان احنا ما عندنا سله واحده من المشروعات، كل قطاع له احتياجات وكل مشروع في عمره له احتياجات. نشوف الاحتياجات من اول البايب لاين، من اول مايكرو سمول وميديوم. البايب لاين في البدايه احنا نبغي سيت كابيتال، عقب اما نكبر يكون عندنا مشروع كوميرشال فايبل، الاشخاص ما يجوا من الفينشر كابيتال يمولوا فيه، لكن ما يجوا كفكره. دبي عندها اكزامبلز، احنا في دول مجلس التعاون يعني التاكس كات مثلا، في يعني الادوات المتاحه للحكومات اللي موجوده عندنا اكثر بكثير جدا في مجلس التعاون من الدول الغربيه. فالار ان دي انتنسيفاي، الار ان دي نكثف منه مش نخلقه، لانه نكثف منه عدد الابحاث بالريسيرشر في اليونيفرسيتي، عدد البيتن، عدد الاوت كم، الابحاث اللي تحولت الى منتجات. هذه هو الهدف الاول، وهذا بالانكريز ريدكشن انتري تاكس والباريرز. المجموعه الثانيه هي ستيميليت الكلايمت بتاع الانوفيشن، حق الانوفيشن، الساينس انجينيرنج انتربرينور شيب اديوكيشن. في طبعا بروموشن انوفيشن وتارجت جروب ميجر، هذه فيري امبورتنت. ليش؟ لان احنا نتكلم على الفينتك كمثال. مثلا مملكه البحرين يعني رائده في الصناعات الماليه، فبالتالي عندها بحرين باي في الفينتك مثلا، واحد اكثر اربع مشروعات من البحرين باي حاليا صاروا مشروعات عالميه. ليش؟ لان هي بنيه على قطاع ممكن فيه فرص للنفاذ. المجموعه الاخيره ستيميليتري كوميرشاليزيشن، يعني لو شفنا في الستبس اول ستبس سبورت الكرييشن للافكار من خلال البحوث، ثاني شيء ثقافه البحوث في المؤسسات، ثالث شيء هو الفاينانس اللي هو الكوميرشاليزيشن. في اشخاص كثيره يفهمون ان عدم وجود تمويل هو عدم وجود الابتكار. الابتكار في النهايه هيوصل للسطح عقب ما يكون في افكار ويكون في اوبورتيونيتي ريكوجنيشن واشياء كثيره، مش في البدايه. هذه مثال كمثال جاستو الافراد اللي يبغوني تعال من سويسرا. شوفون هذه الكيرف يبين مراحل الفكره، توي من الفكره من اول ما ظهرت الفكره او بحث، كل مرحله لها باكج للتمويل بروحها. لو احنا تومورو مورنينج في سلطنه عمان او في الكويت، في الكويت او في السعوديه، سوينا تشارت كل حامل فكره، كل ستيج من الديفلوبمنت لها فاينانشال باكج، وي ار شور اول ويل بي هارمونايزد. هو هالفكره ان وي هاف بيج ميسنج، هذه مثال في النهايه طبعا، لان يعني ما اتوقع ان انا احتاج اجيف ريكومنديشن. الريكومنديشن كانت ان تخطي وادي الموت، ام سوري بالترتيب، تخطي وادي التخلف. تعرفنا ليه اهدافنا، ليش ليش ندعم رياده الاعمال في التنوع الاقتصادي، ويتش دايركشن، ذن نشوف وادي التخلف في قلب العمليه، وين الفتره اللي احنا مركزين فيها على خلق المؤسسات مو على تطوير المؤسسات. الزميله العزيزه ذكرت منطقة الميدل إيست هي أعلى منطقة في معدل خلق مؤسسات دعم المشروعات الصغيرة. باي ذا واي عندنا 140-160 مؤسسة دعم المشروعات الصغيرة في المينا ريجون انكلودينج جي سي سي، لكنها أضعف منطقة في قوة المؤسسات اللي بتدعم المشروعات الصغيرة، لأن في تغييرات وفي حراك. فهو الحراك الانتقال من وادي التخلف إلى الابتكار يبغي في البداية التركيز على تقوية المؤسسات اللي تدعم المشروعات، مو تقوية المشروعات في البداية. ثاني شيء تخطي وقت الموت، تحول دور الجامعات، دعم البنية التحتية المناسبة لريادة الأعمال، اختيار دور الحكومة وفق النموذج الاقتصادي لكل دولة، وفي النهاية حدد المجالات. أتوقع أنا يعني هترككم مع مقولة، هالكتاب very يعني inspiring. Average is over. الحقيقة الكتاب هذه من 2014.
تايلور الحقيقة يعني تو اند للأسف يعني تايلور بيتنبأ من 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 عام 2014، وأتوقع إحنا شايفين اليوم النتيجة تنبؤه أن العالم الفيوتشر ويل بي ديفايدد، العالم هيبقى تو بورت، هيبقى سمول إليت هو اللي عنده الثروة هو اللي عنده الليدنج وبيج فولو أب فولورز. فأنت عليك أن أنت تختيار لأن no more average, average is over. الكتاب يشرح أن أنت العالم القادم ما في average، المواطن أو المؤسسة أو الاقتصاد اللي في average is no more opportunity، لازم يختار مجانه، أما يكون في leader leading or full follower. وأشكركم، أسف على الإطالة.